السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا يمكن هوايتكم سامعين على diagnosis والتريتمنت بلانينج. ابو الاوبرا تفطاكم اياها، ابو الجراحه طاكم اياها، ابو يمكن اوليات او الهيدلاين او الهيكليه سمعتوا بيها. بس أني بالنسبة إلي سبق وإن قلت لكم أني أريد أخرج أطباء يستفادون بالعيادة من كل الحكي إني أحكي إحنا كمدرسين لكم تستفادون بيه بالعيادة، تنجحون تنجحون ماشي، النجاح مو مشكلة، بس أريد كم شيء اللي يفيدك بالعيادة. ولا ذلك الدياغنوسيس والتريتمنت بلانينج فور كومبليت دنشر، او هنا بالتايتل اي دنشرلس بيشنت نقصد به اللي ما عنده سنون، ها مهم جدا. شوف قبل لا تقول للمريض بيش التخم وشون التخم، هذه الجلسة اللي هي قبل لا أعامله وأتفق وياه تصرف ربع ساعة من البداية، من قعدته وتسولف وياه إلى أن تقومه وتقعد على الكرسي وتفحصه. هذا القوانة مالتنا مال الانترنال اكزامينيشن والاكسترنال اكسترا اورال اكزامينيشن، وتطلع بريزلت، ها بالتخم تختلف. وراح تقولوا لي ايش بالتخم تختلف؟ التخم يعني الحشوه بالذات او القلع، يقول عندك مهاره وتقلع والمريض يقول لك رحم الله والديك وامي. الحشوه تقدر تسويها، تحفر السن وتكمله وبنظام وكذا، وتخلي له حشوة ويرتاح منها المريض في أكثر الأحيان ويقول رحم الله والديك وهذا الطبيب خوش طبيب. بس بالنسبة للطخم complete danger، هذا جزء متحرك كبير، ها كبير، فقدان السنون كلها. فأكو أنا حسب قناعتي وخبرتي الطويلة بهذا الموضوع 50% يعتمد على قناعة المريض بيك كطبيب أسنان، و50% على الفاوندينج الموجودة عنده، يعني الفيرولار ريج مالته عالية مو عالية، السلايفة مالته، قلت لكم هواي أمور بالمريض 50%، ها بس أكثر من 50% تعتمد عليك أنت كطبيب أسنان شلون تقنع المريض قبل أن تقلع له تشتغل له بالكومبليت دنجر. شن هو الكومبليت دنجر؟ يعني تغير الإجيكيشن والأتيتيوت أوف ذا كوم مريض أباوت ذا كومبليت دنجر، ها وبعدين من خلال مهاراتك مال تاخذ له جود امبريشن، جود فيرتيكال دايمنشن، جود كذا. فلذلك في نظري كل شيء من خلال جلسه الدايجنوسيس الى اعتبار معين انه فور سكسسفول ذا كومبليت دنشر. يعني اكو شفت بحياتي كومبليت دنشر تعيس بهواي اخطاء علميه، ولكن المريض
مقتنع بي، مقتنع بي، ويجوني مرضى دنشر ما بي أخطاء علمية، والمريض ما يقتنع بي. فلذلك من خلال هاي الفيزيت مال التريتمنت مال الدايجنوسيس تشمل وين قضايا ال، شوف الاكسترا اورال والانترا اورال والسايكولوجيكال، وراها يلا تقرر اشتغل لهذا المريض لو ما اشتغل له. لانه نصيحتي لكم في بعض الاحيان اذا شفتوا المريض ولا ما فحصتوه ما عنده قناعه، الافضل لكم ان تقولوا له ترى انت ما اقدر، مو تقول له ما يصير لك، تقول له والله انا ما اقدر اشتغل لك تخم كامل، ها؟ لانه اذا اشتغلت له، اذا اشتغلت له وفشل التخم يشوه سمعتك، حتى يقول قدام العالم هذا ما يعرف يقلع، هذا ما يعرف يحشي، ها؟ عمي دير بالك هذا كل شيء ما يفتهم. فلذلك انا في نظري من خلال جلسة الدايجنوزيس والتريتمنت بلانينج، ها، شوية تعبون نفسكم وتعتبروه هذه أهم جلسة. بعدين من مرهم لا تصيرون طمع، مرهم ولا تأخذ منه فلوس ولا شيء ويقول رحم الله والديك ويروح المريض، وحتى يقول والله هذا الطبيب ينصح خوش ولد كذا يعني. فلذلك أقول be careful about everything during the visit of the diagnosis. Okay. فهنا نبدي بالإكزامينيشن. قعدنا المريض على هذا، ومثل ما قلت لكم الروتين مالنا هو الأكسترا أورال إكزامينيشن، ها، وبعدين ننتقل الى الانترا اورال اكزامينيشن. من اهم شغلات الاكسترا اورال اكزامينيشن هو التي ام جي تمبرومانديبولار جوينت. اكو شغله قايلها وعده مرات اقولها، ثلاث شغلات يكونن مثلث، ثلاث شغلات يكونن مثلث، راس واحد من مثلث التمبرومانديبولار جوينت، الرأس الثاني هو التيف الأسنان، والرأس الآخر هو المصل أوف ماستيكيشن. هذا الثلاث أجزاء لمثلث affect and affect each other، affect and affect each other، تتأثر وتؤثر بعضها على بعض. لأنه أي problem بالتي أم جوي، ها، معناها راح تصير عندك مشكلة وين؟ بالتخم. وأي مشكلة بالتخم راح تولد لك مشكلة وين؟ بالتي أم جوينت، وكذلك المصل أوف ماستيكيشن. ولذلك انه انت من لازم تفحص التي ام جي. اول مره تاخذ الهيستوري مال التي ام جي بروبلم اذا كان عنده مشكله، ها، must be examined carefully because this patient may have limitation. يعني انت لي قدام اكو جماعه اطباء اسنان يتورط بالاخير من يريد ياخذ الامبريشن ويقول له فك حلقك ولا ما اخذ له فلوس، يريد يفك حلقه واذا الحلق مالته ما ينفتح اقل من اصبعين بالعرض. فالليميتيشن اوف ذا جو. بعدين الموفمنت، اقول له حرك فتشك، افتح سد يمين يسار ابرتروزف. زين، فذلك الديجيتال اكزامينيشن اوف ذا تي ام جي شود ميد باي ذا دنتست. تخلي اصابعك، طيب هذا تخلي واحد من أصابعك بإذن هذا الأصبع اليم الإبهام، ها، تخليه بالإذن
مال وتخلي الاصبع الثاني على منطقه الكوندايل، على منطقه الكوندايل، وتقول للمريض افتح سد، افتح سد، تشوف اكو كليكينج، اكو صوت طقطقه طقطقه موجوده. هذا واحده من الاكزامينيشن مال التي ام جوينت. تي ام جوينت اير شود بي انديكيتد انكريز اور ديكريز اوف فيرتيكال دايمنشن. بعدين ها انت اذا اكو كليكينج وانت تسوي له زياده او نقصان بال الاو في دي يعني كروزال فيرتيكال دايمنشن، يعني تخليها ببالك هاي تسجل شكو بروبلم بالتي ام جوينت، تسجلها انت بالكيس شيت مالتك. ولذلك انه جماعه ذولي اللي يصير عندهم طقطقه ها نبات نعطيهم فاليوم لانه يعني تكون مشدود او يعني ما يقدر يفتح حلقه او انه ما ينطيك الحركه المعينه. فلذلك انه طريقه الفحص انا مبينها بهذا السلايد، من تجي من وراء المريض وتخلي اصابعك ها وتخلي الاصبع الاخر على التي ام جوينت، فاركز على فحص التي ام جوينت وسجل كل ملاحظاتي عليه. هنا انا عندي بهذا السلايد اتطرق الى المانديبولار موفمنت، يعني ذاك فحص التي ام جوينت بخليت اصابعي قلت لكم عليه. بعدين اقول للمريض افتح حلقك زين، اشوف فتحة الحلق بالهنج موفمنت، افتح سد، من يفتح ويسد ها اشوفه ده يفتح ويسد عدل، لو من يفتح ووراه من يسد حلقه او الجو مالته يروح اعوج، اشوف ايش قد يقدر يحرك حلقه او فتشه اللور ماندبل لاترالي، ايش قد يقدر يحركه بروتروزف لي قدام، يعني المانديبولر موفمنت اخذ لي عليها فكره. عندكم النوب المصل تون، انا برجع واقول ايش قلت، مثلث تي ام جي ها اسنان، وايش قلت المصلز، يعني المصل مثل هذا المصل تدرون انتم، يعني انا رجعت واقول ياثر وتاثر، يعني التخم يتاثر اذا كان المصل تون قوي ما يخلي لك الدنشر يستقر ويسوي له ديسبليسمنت. فلذلك تاثير المصل تون ها على من على الاستابيليتي اوف كومبليت دنشر. ولذلك هاي هسه بهالمحاضره اكو نوبات راح تجيكم كلاسيفيكيشن، وهذا ضروري كاكاديميه مو حجتكم عياده، هاي تنحفظ مثل هذا النوع بالمصل تون شنو نوعيه المصل تون. فمثل نقول نقسم المصل تون الى ثلاث اقسام او ثلاث انواع، كلاس 1 نورمال تيشو تون فانكشن زين ذير ار سفيشنت، يعني العضلات نورمال والشغلها سفيشنت وريمينينج تيث بروبرلي ديستريبيوت اون ذا بيشنت ارش، اذا كان ريمينينج اور ايدنجرز هذا نورمال، اذا الكلاس 1 نورمال زين، الكلاس 2 ابروكسيماتلي نورمال تقريبا الفانكشن انتون من خلال يعني اكو ذولي يعني بريزيرف شلون صارت نورمال، لانه حافظ عليها اذا كان لابس تخم او انه تخم سابق ها فشويه قلت فصارت يعني ابروكسيماتلي تقريبا نورمال. الكلاس 3 السب نورمال فانكشن، هذه منين تنتج؟ من جراء all health loss of teeth or wearing off، يعني
جريسري انسفيشنت دنجر، اكو يعني من خلال اكو امراض تصير بالعضله من استخدام تخم بائس، فيولد له ها سب. سب تعرفون شنو شو سب؟ سب يعني دون الطبيعي، سب نورمال، سب نورمال فانكشن. ما هو عنده مشكله بالعضلات، وارجع واقول لكم المثلث يؤثر ويؤثر، او من جراء استخدامه في التخم سيء ها مده طويله. ايضا هنا عندكم المصل اللي تاثر علينا يا المصل تون، هنا قلنا هنا المصل اوف ويستيكيشن اللي هن الماسيتر والتمبراليس مصل والميديال لاترال تيريجويد مصل والمصل اوف اكسبريشن. مصل اوف اكسبريشن تعرفوها هي العضلات التعبيريه اللي عددها حوالي اللي يحيط الفم بحدود 37 عضله، البوكسيبيتر، الاوربيكيلاريس اوريس، الذن ال 37 عضله. فذني هم ايضا نقسمهن، يعني اللي انتم تعرفون ذني ياثر عليه ايش ياثر؟ ياثر عليه من على الاكلوجن، وخاصه ما يسمى اللي درستوه بصف الثاني البالانس اكلوجن. زين، فالبالانس اكلوجن هو يتاثر بالعضلات. فالبوزيشن اوف ذا تيث ماست بي ان ذا ناتشرال زون، او يسمى بالنيوترال زون. كلمه نيوترال زون اذا ما مر يعني الاسنان يجب ان نصفطها احنا بالنيوترال زون. فالنيوترال زون شنو هو النيوترال زون؟ هو الاريا اللي تكون بي عضلات التشيك وعضلات التانك ها متساويه. انت اذا خليت التخم ها طالع زايد على التشيك، عضلات التشيك راح تسوي له ديسبليسمنت، واذا بالعكس اذا خليته لينجوالي عضلات التنك راح تسوي له ديسبليسمنت. ولذلك صف الاسنون من نقول بالمن بالنيوترال زون. فاهم هنا التقسيمات اولادي اتاكدوا، مثل اقول لك شنو الكلاسيفيكيشن اوف يعني مصل اوف اكسبريشن. هم راح تقول الكلاس 1 enough muscle control to use denture efficiency، والكلاس 2 the patient who had a great deal of force. هذول جماعة خاف تشوفوهم، هذول اللي يقرطون أسنانهم بالليل يطلعون صوت، وتشوفون أسنانهم الطبيعية لو كانت طبيعية باقية صاير بيها أترشن. أترشن هذول جماعة نسميهم ها البروكسيزم. البروكسيزم أو نوبات يجيكم مصطلح برا فانكشن، برا فانكشن يعني أكثر من الطبيعي، أكثر من الطبيعي للعضلات. والجهة التصنيف الآخر هو اللايت الخفيف chunk patient with weak muscle tone. نفس يعني هذا الكلاسيفيكيشن مثل ما قلت لكم، هاي قضايا أكاديمية وبحوث وداخلة. هذيك احنا نقول انه التون، احنا جينا الى نفس هذا وعادة التصنيف بنفس الطريقة. فانت عليك تعرف كلاس 1 يعني enough muscle control to use denture، يعني normal but not exceed denture. زين، والنوع الثاني اللي هو جماعة الكتب العالي اللي نوبات احنا نسميهم البروكسيزم، عرفتوا شو كلمة البروكسيزم، او يسموه نوبات البارا فانكشن. والنوع الثالث الكلاس 3 هو اللايت اللي او صاير فتشي بالعضلات المصل اوف ماستيكيشن. هذه ايضا درستوها المفروض انتم هم بالثاني، الفيس اباوع الوجه ها، لانه كل الزين تعرفون شكل الفيس اذا كان سكوير ها او كان تيبر او فويد او كان
يعني اوفل او تراينجولر او سكوير، لازم تختار الاسنان اللي هي هرمونايز. فانت تباوع تخلي ملاحظه من الملاحظات، لان باكر عقبه تختار لسن وما متوالم ويا طبيعه وجهه يعترضك. سجل شكل الفيس هيش، حتى بالاختيار الى الاسنان اختار الشكل مالتهن يعني هرمونايز، واذا شكل الاسنان النوب هنا نجي على الانجلز جو كلاسيفيكيشن اور يعني ريلاتيف سايز اوف مانديبولر تو ماكسيلا، يعني حجم ال شو اسمه حجم المكزلة الى يعني اكو يسمونه يعني تصنيفها، انه تشوف انت الحجم باكر عقبه هذا نورمال، بحيث الكلاس يعني شو اسمه ياثر عليك بالجو ريليشن، ياثر عليك بالارنجمنت. فنقسمهن ها الى ثلاثه اللي هن النورمال، النورمال شوية 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 خاف من ولا تخطوها بالتقويم، ربما النورمال شوية المجزلة أكبر من طالع شوية عن الماندبل شوية، الكلاس 2 لا بروترودد مجزلة ها بروترودد طالع المجزلري ها اللي قدام، والكلاس 3 بروترودد بروترودد ماندبل must know the make is denture، يعني similar لازم نفس العلاقة اللي تسويها. هسا هاي الصور مبينة لكم اياهن، شوف ها هذي اول فوق normal اللي على اليمين class 2، اللي على اليسار class 3، لانه بات مثل ما درسوكم بالتقويم اكو علاقه تيف تو تيف واكو علاقه بون تو بون. شوفون ان احنا دا ننظر البون لوب تو بون، لان ما عندنا اسنان، فلذلك احنا بعدين حتى نصفط الاسنان تقريبا مثل ما كان طبيعي. الفيرتيكال دايمنشن اتريست اباوع له، اقول له اقعد، اباوع له من جانب، اقول له ابلع ريقك ابلع ريقك ها ابلع ريقك وسد حلقك، اباوعه هل هو بالطبيعي نورمال نورمال او انه اب نورمال، ولذلك must be measured. انت يقول له ابلع ريقك ها ابلع ريقك سد، يحكي لك كم كلمه، خلي لك نقطه، هاي بعدين ان شاء الله تخلي لك نقطه فوق ونقطه جوه، وعندك مسطرة وتقيس الكلوزل الفيرتيكال دايمنشن ات ريست، عود من السوي التخم حتى تنقصه بما يعادل 2 مليم حتى اللي على الكلوجن شوفها. عندك الماوث اوبننج، خلي لك خلي اصابعك ها اكزامين باي ذا دنتست 3 فينجر هو الطبيعي ها، لان هذا راح يشلع قلبك باختيارك الى التري بمنسيرشن اند ريموفال اوف ذا دنتشر. فذني سجلهن، اكتب الماوث اوبننج ها 3 فينجر 4 فينجر، من اشوف التو لا عندي مشكله معناها. الشيب اوف ذا ريدج ابى اسجله عندي بالكيس شيت، لانه احنا ذاكرين لكم صف خامس شلون الشيب ربما ياثر على من على stability والretention والselection of the والselection of the key artificial teeth. كنا قلنا انه نوعية او شكل فورم الارزيديوال ريدج الى تأثيرات هواية عليك بالمستقبل، مثل فلذلك يقسم الى U shape ريدج زين، border flat ريدج، الاكسلنت دنتشر بيز يعني هذا يعطيك ابو اليو شيب اكسلنت دنتشر بيز ريزيستنس، اذا اقول لك ياهو الاحسن ها، اذا قلت لك ياهو الاحسن من ذني اللي يفيدنا ويخدمنا ويطلع لنا يعني يثعد تخم هو اليو شيب.
عندك اكل في شيب، ها في شيب still flat enough to offer some vertical support. عندكم النايف ايج، شوف هنا وين المشكله، عندنا جماعه النايف ايج ريج with narrow sharp crest that can offer little or no vertical denture support. وبالعكس انه انا ما اريد اتوسع هنا، النايف ايج يطلع لك بي بعدين يسوي لك اذا انت استعملت فد كلوجن مو صحيح يسوي لك بين، ها بين المريض يصير عنده انكمفورت. فذني كل تاثيره، يعني تحفظوني انتم كل كلاس مثلا تعرف الكلاس 1 شنو هو يو شيب، زين اليو شيب تعرف لي من خلال الجمله شنو تاثيره على التخم، الفي شيب وشنو تاثيره، ها والنايف ايج، ها النايف ايج اللي هو الكلاس 3 وشنو تاثيره. هنا انتهينا من موضوع الاكسترا اورال اكزامينيشن. هسه نجي عندنا مرر نبراب، ها نبدي نباوع الحلق. نقطه نقطه مهمه، اول نقطه بالانترا اورال اكزامينيشن هو انتم كلكم مفروض تعرفوه، وان شاء الله تشوفونه بالخامس، ها تشوفون شنو الهايت اوف ريزيديوال ريدج، نورمال لو فلات، ها لو يمكن يعني بروميننت يعني كبيره اكثر من اللازم. هاي راح تتحكم بيش، تتحكم لك بالحجم الاسنان، تتحكم لك راح تعرف انه هذا الريتينشن مالته زين، يعني اذا لا ريتينشن انه فلات ها انت من خلال الاكزامينيشن مالتك راح تقول له للمريض ترى عمو، هاي بالاضافه الى المسائل السيكولوجيه اللي احكي عليها اني، ترى عندك انت مشكله معينه، ترى عندك اللثه جوا ها فلات ما موجوده ممسوحه، ترى حتولد لك مشكله. شوف ليش اقول لكم هذه شو اسمه الزياره مهمه. هنا نقسمها ها الى كلاس 1 زين ادكود ريزيدوال ريج هايت فور دنتشر سبورت طبيعيه which can be resist lateral movement اللي تقدر تقاوم. الكلاس 2 there is some residual ridge resorption بس قليل، انت عرفون انتم مستوى الريزوربشن اول 6 اشهر بعد القلع، ها او ربما سنه انه يكون سفير، ولذلك احنا من نقول باكر عقبه من او اكثركم سالتوا هذا السؤال بالرابع اللي دخلت عيادات، دكتور ورا القلع ايش قد ونقدر نسوي له؟ ف الريزوربشن بالاشهر الاولى والشهر الثاني والثالث يكون فيري هايت فيري سفير سوري، وبعدين يبدا يقل، وبعدين ورا سنه يستقر الريزوربشن، واذا لا سويت وتخم سيء بالكلوجن لا راح تزيدون الريزوربشن. فتسجل ايش قد الهايت. النمبر 2 قلت لكم ذير از سم يعني شويه صاير بي ريزوربشن، اما النمبر 3 لا ريزورب اللي احنا نسميها فلات. طبعا هاي التصنيفات نوبات يوصل الى يعني يقيسوه بالفلور اوف ذا ماوث، موضوع اخر المفروض بالخامس يعطوكم اياه بالكلاسيفيكيشن اوف ايدنتشلس ريزيدوال ريدج الفلات او اكو نوبات يصير هذا الفلات احنا نعتبره with the level of the floor of the mouth، نوبات يصير under. هاي كلها تسجل بخلال جلسة التريتمنت بلانينج. بهذا السلايد تقريبا مشابه للسلايد الثاني، ها انه الارتش فورم حنا تعرفوه نيو شيب تراينجولر راوندد، هذني الى يسموها الارتش فورم
شكلهن دني أم تسجلهن يمك بال ال ال الكيس شيت. بهذا السلايد نتطرق إلى shape of the hard pellet. hard pellet إذا كانت flat مو deep retention مال الأبر دنشر يكون ضعيف. النورمال نورمال الديبث مالته وتشوف نوبات من تاخذون الامبريشن ها ما يطلع صوره كامله الى الهارد بلت لانه تكون ديب. ولذلك يمكن شفتوني او ما لحقت عليكم بالرابع اشيل شويه الجينيت باصبعي واخليه بالبيشنت ماوث ها بالبيشنت ماوث قبل ان اسوي انسيرشن للتري اللي بيها الجينيت حتى اطمئن لانه ديب بلت اطمئن انه يوصل الى البلد كلها. ولذلك لازم نقول الشيب مالتها رود فلات هاي بلد ها يو شيب هارد بلد وتشطيك. مثلا سأل على سبيل المثال اليو شيب هارد بلد جيف ادكويت دنشر سبورت. فباكر العقب يجيك السؤال مثلا عندك هذه البرود برود واسعة يعني واسعة ها وفلات هذه تعطيك مساحة سطحية يعني السبورت زين بس الريتينشن أقل. اليو شيب جيف أدكويت. عندك الفي شيب زين فور ليتل دنشر سبورت بات إت إز ديف كان ميك ديزايربل ديجري أوف ريتينشن. فشوف تأثير كل واحدة من هاي الأنواع تأخذوه شيء أثر علما على الريتينشن والاستابلتي. بالأولى الواسعة وفلات تعطيك جود استابلتي بس ليس ريتينشن. إن في حين الجوة اللي هي الفي شيب ها ليتل يعني دنشر سبورت قليل عكس الأولى عكس الأولى يعطيك little support بس good retention good retention. واليو شيب give adequate support and retention. يعني صاروا معلوم هذا التوضيح مال الهارد بلت إن الثلاث أنواع الواسعة وفلات واليو شيب والفي شيب كل واحدة تركزوا لي على شنو تأثيرها على الريتينشن والاستابلتي. الشيب اوف ذا سوفت بلت. سوفت بلت الشيب مالتها والكونكشن مالتها ويا الهارد بلت هذا اللي قدام اقول لكم اياه وراح تاخذون ان شاء الله بالخامس عن موضوع البوستيريور بليتال سيل او البوست دم. هذني كل واحد من عندهن كل واحد من عندهن يختلف عن الثاني من يسوي البوستيريور بليتال سيل. فلذلك بالدايجنوسيس اتباوع للشيب علاقة السوفت بلت بالهارد بلت لأنه يأثر عليه من يأثر على الشيب مال من مال البوستيريور بليتال سيل اللي انت راح تحضره ها بالكاست حتى يطلع بالتهم. فعندنا كلاس 1 سلوب جراجولي داون فروم ذا هارد بلت ها ويتش الاو سيفيرال مليمتر اوف انفيرابل بارت اوف ذا سوفت بلت تو فورم ا جود بوستيريور سيل او البوست دام. فليش قلت لكم شوف هنا خاف واحد يقول شنو سلوب سلوب جراجولي يعني تروح بزاوية حوالي 45 مع الهارد بلت اللي هذه تقريبا هو الماست نورمال علاقتها ويا من ويا السوفت بلت. تشوفونها بالصورة فوق على اليمين وهذا
إلى بعدين إن شاء الله بالخامس موضوع اسمه البوستيرير باليتال سيل، هالنوعية إيش قد يصير الديبث، إيش قد يصير الويت مال البوستيرير باليتال سيل. النوع الثاني السوفت باليت سلوب مور شاربلي، يعني أكثر من الزاوية 45 ها اللي يبين لك بالصورة اليمين الفوق العلل اليمين، يعني غلطت، هذيك الفوق اليسار ها، والكلاس 2 هو يعني هنا الزاوية اللي تسويها السوفت باليت والهارد باليت أكثر من 45 شاربلي عميقة، هنا يختلف نوعية والشيب مال البوستيريور باليتال سيل. فقال لك نقول لك this limiting the seal area. ها النوع الثالث، النوع الثالث هو شنو؟ السلوب. النوع النوع الثاني هو السلوب، سوري السلوب ها مور يعني شو النوع الثاني السلوب يكون يعني مور شارب عن الكلاس الأول، مو زاوية 45 أكثر من 45 اللي هو الليميتنج مال، بس الكلاس الثالث السلوب يصير شارب داون فروم ذا هارد باليت which is يعني restricted the seal area. It show a great deal of short bullet movement during speaking or swallowing. يعني هسه نرجع ونقول أعيد يعني النوع الأخير ها السلوب sharply down. إذن أرجع عيدها مرة ثانية. الكلاس 1 تقريبا نورمال مثل ما ذكرت أنا. الكلاس 2 أكثر من 45 شارب أكثر. الكلاس 3 لا شاربلي داون يعني أقل من 45 كأنما ستريت. فقلت لكم كل وحدة كلاس 1 ها اللي هي جراجولي بس إيش بهدوء يروح ها، الكلاس 2 هو مور شاربلي وشنو تأثيره على البوستيريور باليتال سيل، والكلاس 3 تقول شاربلي داون يعني كأنما أقول أنه بعد أقل صاير كأنما ستريت. فأنواع علاقة السوفت باليت بالهار باليت كل واحدة شو تأثيره على البوستيريور باليتال سيل. موضوع هذا الريج باراليزم، شنو كلمة ريج باراليزم؟ يعني تشوف الريج الفوق مال أبر والباراليزم مالت من ويا الجوة، زين ويا الجوة. إذا تشوفون هاي الصور واضحة اللي موجودة هنا، if they are not parallel then to occlusal plane. انت تتخيل occlusal plane هو طالع يبدي كأنما curvature من الكناين ويصعد، تتخيل انت عليه من على المنصف مال الرج، منصف الرج، فتتخيله وصاعد فشوفه parallel. فلذلك الباراليزم ايش نقصد به هو if they are not parallel to the occlusal plane the denture tend to slide over the basal tissue. اذا ما كان parallel شوف الدنشر راح يصير به انحراف، ولذلك يعني لازم نباوع الباراليزم موجود لو مو موجود على الاقل نخليها، احنا ما نقدر نغير، بس بالارنجمنت اوف ذا تيث نقدر نتلاعب بالارنجمنت اوف ذا تيث تقريبا نوصل هذا الباراليزم بتوين
between the rich and the occlusal lining. الانترجل سبيس، الانترجل سبيس، ايش قد سبيس باقيت لك؟ اشوف انه اكو نورمال، نورمال يعني صار ريزوربشن نورمال، ها، ولذلك السبيس عندك نورمال، واكو لا ما صاير ريزوربشن هواي، فما باقي لك مسافه تصب بيها السنون، واكو بالعكس صاير ريزوربشن كلش هواي، ها، بحيث لازم انت تصعد اللثه خو مو تخلي كل سن كل سن هالطوله. فهاي الانتر ريجيد سبيس باوعها وتصنفها ويصنفوها الى كلاس 1 there is enough distance then اللي هو normal، والكلاس 2 there is excessive distance leading to increase the distance between the denture teeth and the denture supporting bone and this lead to decrease denture stability. شوف وين اثر الكلاس 2 على الدنشر ستابيليتي. الاول لا نورمال، لان بالكلاس 2 ذير از اكسسيف ديستنس، هوايه معناها شنو هوايه؟ معناها صاير بون ريزوربشن كلش هوايه بالرج. النوع الثالث ليميتنج دينتر ريجيد سبيس، يعني ما صار ريزوربشن هواي، ها، كلش قليل، فما خلالي مسافه انه اصف بيها السنون، ولا ذلك لازم نقص السنون لو احنا ان نقص كلش هواية يعني تتعبنا باثناء الريجمن. فالديستنس ديكريز ذا سبيس اوف ذا دنتشر ارتفيشال تيث. هنا تباعون الاندركات بالعظم، اكو اندركات ماكو اندركات، يعني العظم عدل هيك جاي ولا اندركات بيه، لو اكو خسفات بي، ها، خسفات بي، وانا درستكم بالثالث، درستكم الاندركات مال من؟ مال السن، ها، فيفرابل او نون فيفرابل. هنا لا، الاندركات الموجوده بالعظم بالريزيديو والرج اباوعها قسم من عندها، قسم من عندها تفيدني بالريتينشن، قسم من عندها لا ما تفيدني بالريتينشن، يراد لها اسوي لها عمل، خاصه في منطقه المكزيلاري تيبوروسيتي كل السيفير اندركات، يراد اسوي عمليه حتى اقص شويه من العظم، ها، او انه ماكو اندركات معناها انه هذا راح ياثر على الريتينشن. ولذلك نقسم الاندركات فيري سمول بوني اندركات، زين بريزنس اوف سمول ان يعني يونيلاترال اندركات ريزولف باي ذا تشينج اوف ذا ريليف ان ذا دنتشر، ولذلك احنا لازم نسوي ريليف اوف ذا دنتشر سمول باي لاترال اور يونيلاترال، يعني جهه وحده، يعني في بعض الاحيان يقول لك اذا لقيت اندركات بالمكزيلاري تيبوروسيتي باي لاترال، ها، سوي الوحده وخلي وحده، بس المريض تقول له دخل هاي قبل هاي، اكو نوبات لا بس وحده، اذا سفير لا قصة يعني سوي له جراح، اذا قليله خليها حتى تفيدك بالريتينشن. زين ان فاينل امبريشن سيليكون رابر بيس، يعني شوفوا اكو انواع من الامبريشن ماتيريال، يعني اذا عندك سفير اندركات، ها، مثل الالجينيت سيفير اندركات، من تطلعها من حلق المريض تتغير الامبريشن، تتغير لان يصير بيتير، بس الحين يسمونه بلاستر او باريس تنكسر، تنكسر بالاندركات وتطلعها وتلزقها، في حين بالسيليكون رابر بيز امبريشن ماتيريال شود بي يوز، يعني بهالحاله انت ذاك تنكسر وهذه، بس تستعمل، تستعمل السيليكون رابر بيز، لان هذا اذا سحبتها من حلق المريض وبي اندركات تنفتح، شوف تنفتح وتطلع الامبريشن، وورا فيو مينتس ترجع
الى شكلها لاخذتها بالحلق المليض. فلذلك انت دا تشوف اندركات احسن ماتيريال تستخدمها بالسفير اندركات او الاندركات اللي تريدها انت تستعمل شنو؟ تستعمل السيليكون رابر بيز. ليش قلت لكم؟ من ياخذ الطبعة هي وصار بي سيت، من تطلعها انت يفتح يعطي مجال لنفسه ينفتح، ولكن ورا فيو مينتس يرجع الى شكله. الالجينيت ما يرجع، ها البلاستر او باريس ينكسر وتدور على القطعه مالته. فتخلون ببالكم مساله البوني اندر كات. هنا الاكزامينيشن بهذا السلايد على السوفت تشو فريم اتاتش فلابي، يعني تتحرك ما بيها هذا، يعني صاير بون ريزوبشن وتشوفون انسجه كلش هوايه فلابي، خاصه اذا كان واحد نقدر نعرفه فلابي انتيرير ريجن اوف ماكزيلا. شوفونه تتحرك الانسجه، هذا معناها كان لابس تخم، ها، والسنون الجوه ناتشرال، يعني من قوتها تولد بوني ريزوبشن. فإذا ولدت بوني ريزوبشن الأنسجة اللي بالمنطقة بالأنتيريور ريجن راح تصير فلاب، يجوز ربما تحتاج لها إلى جراحة تديها للطبيب أو تحتاج لها إلى ريليف. الفريم أتاتش سوفت تيشو تساعدك وزيد لك الريتينشن والاستابيليتي. فتفحص السوفت تيشو وتعين نوعيته من الناحية الأكاديمية. أنت المفروض عارف الأكاديمية، فتكتب السوفت تيشو كلاس 1. شنو كلاس 1؟ يقول لك فريم، يعني مشدودة، اليونيفورم ثيكنس، زين، أبروكزيمتلي 1 مليمتر كفر، زين، the denture supporting bone but is not tense. الكلاس 2 thin mucoperiosteum covering supporting bone that it is highly then يعني susceptible to irritation from denture pressure. يعني من تكتب انت كلاس 2 تخلي ببالك، لان هي thin باكر عقبه يصير بيها ulceration من خلال التخم اذا كنت انت مسوي هاي برشر. الكلاس 3 ثيك وفلابي، شوف تشو ليد تو شنو؟ دنشر ديسبليسمنت ظل هذا فروم ذا سبورتنج اريا. الاولى قلنا فريم ميوكو بريستيوم وذ يونيفورم ثيكنس معقول اللي هو 1 مليم، الثانيه اقل من 1 مليم، ها، والثالثة هي ثك، ها، ثك فلابي تشو. فكل نوعية وتأثيرها على من؟ على الدنشر. الميوكوزة هم بهذا السلايد، الميوكوزة لازم أفحصها، يعني should be examined visually أقصد شنو؟ بالعين، ها، and classified into healthy يعني irritated or pathological like candida albicans lacal planus leukoplakia denture stomatitis ulceration. يعني هنا الhealth of the mucosa اكو بيها lesion، هاي درستوها بالoral pathology، اكو بيها lesion، هذه لازم كلها تسجل. الناتجون الى موضوع اعتبره مهم، المصل والفرينم، الفرينم اتاتشمنت. نوبات تشوفون الفرينم اتاتشمنت صايره على الكريست، فهاي نوبات يسوونها بجماعه البريو، ها، يسمونها ري اتاتشمنت او يسمونها نوبات يسوونها فرينكتومي، ها، او يسوونها ري اتاتشمنت اوف ذا فرينم، لان هذا راح يصير انترفيرنس ويعمل ويا الانسرشن مال من مال التخم، فيسموها lower frenum attachment، زين،
lead to more favorable denture prognosis. التو هايت اتاتشمنت يوجوالي نيد لارج نوتش، يعني تفتح لها فتحه اكبر بالتخم، و فور يعني فور ارج ات از فازا فيرزا اللي هي بالنسبه للابر واللور اللي يقول لك تو يعني ادفيرسلي افكت ذا دنشر سيل ريتينشن. انا درستها بالصف هذا. سو السيرجري مثل ما قلت لكم كوركشن كود بي ان ادكويت وهذا. فالفرينم والاتاتشمنت مالتها نوبات ندخل في تفاصيل بصراحه، هاي كلمه مسلز نوبات يعني البوكسينيتر وهذا ننزلها على مود نسوي افيلبل فيستيبيول، وهذه في موضوع كلش كبير ان شاء الله اذا لحقت ادرسكم اياه اللي هي بري سيرجيكال يعني بري كومبليت دنتشر سيرجيكال بروسيجر، شنو هي العمليات الجراحيه اللي نحتاجها قبل لا نسوي التخم الكامل. المايلو هايود مصل لو تتذكروها بصف الثاني هي الفلور اوف ذا ماوث، يعني هي تكون الفلور اوف ذا ماوث، فتعتبر بالانترا اورال من العضلات المهمه كلش. هي تاخذ ما يسمى باللينجوال فيستيبيول الداخلي، فهذه لازم احنا بالتخم ما نتضارب ويا عملها، ها ما نتضارب ويا عملها، لانه اذا تضاربنا ويا الفانكشن مالتها راح يسوي ديسبليسمنت للتخم. فلذلك يسمونه بوست مايلوهايود سبيس، هو يا جزء من المايلوهايود الاخير. هي احنا نقسمه الى انتيريور ريجن ميديال ريجن وبوستيريور ريجن. هذا المسافه مال من مال المايلوهايود او ال شو اسمه اللينجوال سلكس، يعني لينجوال سلكس من اللينجوال فرينم ويروح لي جوه، انقسمه الى ثلاث اجزاء انتيريور ريجن ميدل ريجن والبوستيريور ريجن. احنا البوستيريور ريجن يا اما نستفيد منه علما للريتينشن مال التخم، ها او نوبات لا، يعني اذا بي سيفير اندركات راح يسوي مشاكل. فلذلك هذا يسمونه البوستيريور مايلوهايود سبيس، ذا سبيس بتوين مايلوهايود ريج اند ذا فلور اوف ذا ماوث وين ذا بيشنت ريترودد هيز تانج اف ات از ليس ذان 0.5 انش سبيس ات ويل افكت ذا دنتشر ريتينشن. اف مايلوهايود فولد is at same level of the mylohyoid ridge there will be no retention. هذه يا موضوع البوستيريور مايلوهايود سبيس وعلاقته بالريتينشن مال اللور كومبليت دنشر. صاحبنا وحبيبنا التانك، تانك سايز، يعني هذا يلعب 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 عين الدور كلش كبير بال او خاصه على اللور دنشر. فنقسمهن ايضا كتقسيم اكاديمي الى نورمال سايز ذات فيل ذا فلور اوف ذا ماوث وذاوت كفرنج. انا شلون اعرفه؟ شلون اعرف هذا اللي واحد شلون اعرف هذا التانك كبير صغير نورمال؟ انه اللي يعني فل ذا ماوث ويتس هذا بس without covering the residual ridge. مو تشوف تفتح حلقه تلقى اللسان مغطي الريزيديوال ridge، لا هذا without. الكلاس 2 slightly overfill the floor of the mouth، والكلاس 4-3 اللي هو لارج تانك، هذا ابو المشاكل ويانا. يعني النوع الثاني مشاكل اقل، بس النوع الثالث اللارج تانك وتلقى يغطي لك الرج، يعني رسيدي والرج، تريد تاخذ امبرشن، ها تريد تاخذ امبرشن تقول له طلع صعد حلقك، ولا انت ماخذ طبعه للتانك، لان هو حيغطي لك الرسيدي والرج، راح ياثر لك على
الاستابيليتي، ولذلك لازم تاخذ بنظر الاعتبار الارنجمنت اوف ذا تيث شلون راح يصير. هنا أنا لازم يصير شوي توارد ذا تشيك، ف سايز مال التانك واتز افكت. يعني هسه هذا التكنيشن ديفيكلت تو يعني افكت ذا دنشر التنشن وستابيليتي العمل بهن كتخ يعني بالارنجمنت اوف ذا تيث من قلت. فلذلك السايز اوف ذا تانك سايز of the tongue is the most important thing اللي يسجله بالكيس شيت مالتك. هنا السلايفة، ترى السلايفة تلعب دور كلش كبير. المفروض اذا طرقنا بعدين ما يسمى بالكوهيجن والادهيجن، السلايفة تساعدنا بالريتينشن مال التخم، نوعيتها يعني الكواليتي اند quality and quantity of the saliva يأثر ويانا كلش هواي okay prostodontic. ولذلك قسمونها الى ثلاث اقسام: normal in the amount يعني بالquantity and quality، ونمبر class 2 اللي هو excessive amount of وthin كلش هواي وخفيفة، or thick robi which lead to gagging reflex، ها difficult بالimpression. أنتم كلكم بالرابع صيحون دكتور صار عنده gagging reflex. gagging reflex، ولذلك نقول للمريض اغسل حلقك، اغسل حلقك قبل لا تأخذ الimpression حتى تقلل من السلايفة. الكلاس 3 insufficient، ذول جماعة الزيروستوميا، جماعة السكر، ها أو جماعة الميديسين. فإذا النوع الأول هو النورمال من ناحية الكواليتي والكوانتيتي، النوع الثاني أو الكلاس 2 هو اكسسيف زين اماونت اوف هذا شلون تأثيره، والنوع الثالث هو الانسفيشنت اللي يسمونه زيرو ستوميا تحدث جماعة هذا. هذه الزيرو ستوميا شو تأثر؟ تقلل ديكريز مال الريتينشن وتسوينا تشيو الريتنت. يعني السلايفة الحمد لله والشكر من سعة الخالق، لو احنا نلبس التخم على مريض كلش السلايفة قليل يوميا صاير عنده ألسريشن، بالإضافة إلى أنه يأثر على الريتينشن. هسا احنا خلصنا من ثلاث أنواع من الإكزامينيشن، نوعين I'm sorry، خلصنا من الإكسترا أورال إكزامينيشن والإنترو أورال إكزامينيشن. هسا إكزامينيشن كلش مهم، وأكثر أطباء الأسنان يهملوه اللي هو الراديوغراف إكزامينيشن. راديوغراف إكزامينيشن أشعة بانوراميك سيفالومتريك اللي خدتوهن بصف ثالث الأشعة، حتى باوع واي شغلات يجوز اشتغلت أكو ريتيند روت، أكو سيست، مو ريتيند روت أكو سيست، فهواي شغلات تقدر تكتشفها انت من خلال الراديوغراف. فالراديوغراف يعتبر يعني جزء منفصل عن الاكسترا اورال اكزامينيشن والانترا اورال اكزامينيشن. ولذلك شوف يعني هي it is essential to determine what occur under the oral mucosa. يعني كل هذا شفته هو بعيني، بس شكو جوه الاندر ميوكوزا، شكو بالعظم زين، تيومر سيست كله زين. provide a good information about denture bone support. if it has خاصة هذا الCT scan يطلع لك إيش قد كمية العظم وأنت اللي راح تفيدك بالسبورت. it confirm the depth of the periodontal bucket إذا كانت أكو أسنان أنا دحت بصورة عامة زين. and information about the بالبليس تيث بجماعة البارشل، أنا ما دحكي هنا بهذا، هاي النقطة الأخيرة كأنما تخص جماعة البارشل بس بصورة عامة، ها أنت لازم تأخذ الراديوغراف وتطلع شكو سيست شكو ريتيند روت تباوعهن قبل لا تشتغل. هنا أنا الرابع وسيلة بالدايغنوسيس واللي أنا أعتبرها مهمة جدا يا أخوان يا أبنائي، واحنا هو من اسمه ها يسموه بالثانية خدتوه
يا اما نسميه برايمري كاست او نسميه ستدي كاست او نسميه دايجنوستيك كاست. شوف من اسمه برايمري ناخذه من البرايمري امبريشن نصبه ونخليه على صفحة ما نشتغل عليه الصناعة احنا، بس نسوي عليه سبيشال تري، هاي من فوائده بس هو شو اسمه دايجنوستيك كاست او يسموه ستدي كاست، يعني ندرس الحالة ودايجنوستيك من خلاله تفيدنا بمن بالدايجنوسيس. فناخذ ابر لور امبريشن برايمري امبريشن ونصبها ونطلع منها برايمري كاست او نسميه دايجنوستيك كاست او نسميه ستدي كاست، ها فيدنا نسوي منه سبيشال تري. بس بالكاست بعض الامور اللي ما قدرت انت تشوفها وتشخصها انترا اورالي بالفحص، ها راح يكشف لك اياها الستدي كاست. ولذلك نقول used to determine the arch condition، يعني relation يعني retained root الظاهرة. انت دا تفحص ظلمة واذا من اخذت البرايمري كاست شفت او هذا شنو هاي وصلة مال روت طالع مو جوا البون. اخاف تقول شون ذيك الراديوغراف اللي طلع لنا جوا، بس هذا large tuberosity، هذا المكزيلري tuberosity النوبات ما نشوفه الا كبير او صغير، الاندركات السوفت تيشو باثولوجي كلها، يعني لكون انه قلت لكم السلايفة بالحليق والظلمة بالحليق ما تخليك تباوع كل زين. ف there are also other record like photograph، نوبات صورة ناخذها ما تفيدنا اللي نسميها بري اكستراكشن مثلا، زين نشوف لون سنونه شكل مو لون سنونه العفو شكل الفيس اذا اني ما قدرت اشخصه كلينيكالي، فنستفاد من استفاد من شغله الفوتوغراف. والله هنا بهذا السلايد يا باني شخصيا دكتور عدنان اعتبره اهم ما عندك ويعتمد على الحداقة أو ذكائك في التشخيص. هنا المنتل اتيتيود نفسي، يعني الحالة النفسية للمريض اتجاه من؟ اتجاه الكومبليت دنجر. فيا جماعة شباب خسروا لكم 10 دقائق ها ورا ما تفحصون ورا ما كملنا ذني الاكسترا اورال والانكسترا اورال والراديوغراف ربما الاستادي كاست خليه بعدين ما يخالف، ليش تتعب وتصرف مواد. من تحكي ويا المريض راح تشوفون ما هي ثقافته او علمه على يمن حول الطحم. اكو مرضى يجيك وكأنما يريد التخم مثل الناتشرال تيث، زين واكو لا يفتهم شنو التخم، واكو لا هو ما عاجبه التخم يعني ما يريد يسوي تخم، ها بس عندهم فلياسات ولده لو اخوته يا معاوتش تقول علينا عالم روح سوي تخم، قابل يقول ما عندهم فلوس يعني دفعوه هو ما مقتنع، لا شلون. واكو نوع رابع ها هو خبل فشوفه رايح مسوي لك 5 تخومه قعد غيرك وخلي تشيس ويفتر بيه بين الاطباء اريد تخم. فانت من خلال المحادثه بينك وبين المريض ها تشوف هذا المريض هل هو متفهم من تشرح له، هل هو يراد له شرح أكثر وتغيير للأتيتيوت، ها أم هو مدفوع يعني جاي مجرد يقنع ولده وغيره تالي ما تالي، أو الهستيريكال المخبر. فأنت لي قدام
تغير شنو هو، تشرح له شنو هو التخم، شنو فرق عن ناتشرال تيث، ما هي المشاكل اللي تطلع بالتخم ورا ما يلبسه، ها، وشلون نعالجها. انت من تشرح للمريض مشاكل التخم قبل لا تسويه، المريض من يلبس التخم بالمستقبل يقول الدكتور قال لي، الدكتور قال لي، الدكتور قال لي. اما اذا انت تشرح له بعدين ورا ما تلبس التخم يقول لا اكو غلط بالتخم، وهذا الدكتور يريد يبرر غلطه، يريد يبرر غلط. فهذا اكو بمحاضره خاصه اسمها patient education for complete denture construction، شنو هو الاتيتيود مالته، الاتيتيود مالته. ولذلك اكو عالم اسمه هاوس، عالم اسمه هاوس قسم ها الانواع المرضى ها الى اربع انواع. سمى الاول فيلوسوفيكال بيشنت، يعني عنده من الاسم ها يسال هو وانت تجاوبه، ها، اذن عنده تعلم زين. They understanding the limitation of the artificial. مثل ما تقول أنت عمي ترى إنه ترى السنون الاصطناعية ترى مو مثل يعني خلقة رب العالمين، يقول لك إيه أعرف خلقة رب العالمين راحت. هذا النوع من دي قدام أنت تقول إيه هذا جيد جدا، وتشرح له they are ready to play their role in the preservation and learning phase. هذا البروغنوسيس مالته very good بروغنوسيس المن الى العلاقات الاخرى. مثلا نشوف انت من خلال الاكزام وشفت اللثة جوا مالته فلات، تقول له مع ذلك اكو عندك مشكلة الفلانية ها اللي هي لثتك فلات، ها، فشوفه يقتنع يقول لك توكل على الله، واذا ما يقتنع رجال ما اقتنع يقول لك شكرا دكتور ودير وجهه ويروح انت، ها انت يعني هو راح يمدحك راح كذا. فالانواع الاربعه اذني خاف يجيكم سؤال، هاوس كلاسيفيكيشن، هاوس كلاسيفيكيشن اوف بيشنت منتال اتيتيود، نقسمهم الى اربع انواع. النوع الثاني اللي يسمونه الاكزاكتينج بيشنت، اكزاكتينج بيشنت هذولي خلينا نقول يعني هو جايب راي وانت اذا تريده يستجيب ان تغير رايه. يعني مثلا يقول لك لا دكتور شوف فلان لابس تخم وياكل كل شيء عليه تخمه، تقول له ايه انا ما اقول لك لا، بس هذا يحتاج له وقت، التخم الفوق يحتاج له كذا، التخم الجو كذا، ها، يعني ما جاي لك مثل اول واحد الفلسفيكال، ها، لا، اجى هذا يراد له شويه وقت وحكي وامثله حتى تقدر ها تغيره، يعني كان مانج ات اف هاندل ات بروبابلي. البروجنوسيس مالته ما نقول مثل ذاك very good، يعني إذا جاك وطالعك فهو good، لأن كل شيء راح يقول الدكتور قال لي، الدكتور قال لي، يعني أنا غيرت الاتيتيود مالته. الأول كان عنده معلومات كافية، هذا أنت غيرت الاتيتيود مالته اللي نسميهم يونو exacting. هذا التايب 2 of house classification for attitude or mental or psychological for complete denture construction. النوع الثالث حكيتكم أنا قدمت المقدمة كلها علي بس واحد واحد أسا. هذا يسمونه indifferent patient يعني المدفوع، يعني هو ما مقتنع، هو ما مقتنع بس جماعة دفعوه، شو انت شكلك ما حلو، شو انت هو متونس على شكله وياكل على والذان بس دفعوه. فشو نسميه
in different patient. Patient show no concern. وما داير بال. They are not interest. ما عنده واهس. And يعني motivation. Pay no attention to the instruction. ما يدير بال. ما داير بال. تقول له هيك واتخم من تراجعني. هو ما داير لك بال. They are no cooperative. يكونون غير متعاونين. لأن جاي بالقوة. دافعين أهله. They are seek prostitutes at the يعني request من يعني طلب من الفاميلي مالته. فهيش ناس يصير not good prognosis 100% سويه ويقنع عائلته سواه وبعدين يذبه ويقول والله طبيب الأسنان سواه مو زين ويشوه سمعتك. فتسأله من قال لك والله أنا مرتاح ترى أنا أكل كل شيء بس شو ولدي يلحون عليه فلان يلح عليه هذا اعتبره شنو هو indifferent ها indifferent patient وتعرف شنو البروغنوسيس مالته. والنوع الرابع اللي قلت لكم عليه يا نوع الهستيريكال جايب لك كومة خومة ومخبل ويحكي على فلان طبيب وهذا التخم كذا ها ومسوي لك 20 تخم وشوف تصرفاته. فأنت من خلال القاعدة وياه ها هذا تأخذ فلوسه وتسوي له تخم وتخمك ربما كل الزين بس هو بمرض نفسي بمرض نفسي هو يريد تخم بس يريد يكون مثل الناتشرال تيف وما يغير رأيه ها هذا هستيريكال هذا ليه قدام طي دفعة لأنه مثل ما فشل وجاك وحكى على أطباء الأسنان اللي قبلك ها راح يشوه سمعتك. فهذا الدايجنوسيس عليه very 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 poor زين يعني emotionally unstable exhibiting يعني hyperactivity patient يعني having family problem عنده مشاكل بالعائلة or psychological يعني يجوز مخبر نفسيا زين usually fall into the category of the hysterical patient. فهاي النقاط عمو الأربعة راح تدرسوها إن شاء الله بالخامس بس خلوها ببالكم صراحة في أنا في نظري في كل فروع طب الأسنان ميزل على الحشوة وعلى القلع ميزو يا نوع من الله بس إحنا هاوس لكون عالم من علماء صناعة الأسنان سوى كلاسيفيكيشن لهالمرضى ها على هالأساس. هاي المحاضرة إن شاء الله استفاديتوا من عدها والسلام عليكم.